أهلا بحضراتكم من جديد. حلقتنا النهاردة خاصة جدا ومهمة جدا، علشان ضيفنا ضيف خاص، هو أحد الكوادر الأهلوية، شاب نال ثقة الأهلوية ونال أيضا ثقة الكابتن محمود الخطيب. خلال فترة قصيرة قدر يعقد صفقات مهمة جدا للنادي الأهلي على أرض الواقع، شغله بان. زي ما بقول لحضراتكم، في لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي في أسماء كتير اشتغلت فيها، لكن يظل الاسم الكبير هو مهندس الصفقات الكابتن عدلي القيعي. لكن لما بنتكلم دلوقتي عن المستقبل وعن الشغل الموجود، أكيد عندنا نجم كبير هو أمير التسويق كابتن أمير توفيق، ليكون في ضيافتنا بعد قليل كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي. بات أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي أيقونة وثعلب الصفقات الحمراء الجديد، ليكون الامتداد الحقيقي للمهندس عدلي القيعي صاحب التاريخ الطويل في هذا المجال. وارتبطت الجماهير الحمراء بأمير توفيق بعد أن نجح في إثبات جدارته بهذا المنصب الرفيع، بعد أن ساعد الأهلي في الظفر بصفقات من العيار الثقيل، ليزيد من قناعة مسؤولي ناديه بأهمية ضخ كوادر شبابية جديدة لتأمين مستقبل قلعة الجزيرة. ولد أمير توفيق في 2 أكتوبر 1985 بالقاهرة، حيث نشأ وترعرع على حب الأهلي وعشق الكرة. والتحق أمير توفيق بقطاع الناشئين في نادي هليوبوليس القريب من إقامة عائلته قبل أن يكمل عامه السابع، لكنه ظل يطارد حلمه حتى تحقق ذلك بالانضمام للأهلي عام 1996. لعب أمير توفيق في قطاع الناشئين وتدرج بين صفوفه حتى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول عام 2003 تحت القيادة الفنية للهولندي جوبن فرير. حاول الفتى الشاب حجز مكان له، لكن الظروف لم تساعده، فاختار الرحيل إلى إسمنت السويس ثم الاتصالات ووادي دجلة. لعب أمير توفيق لجميع المنتخبات الوطنية من الشباب للناشئين ثم المنتخب الأولمبي، وضمه حسن شحاتة للمنتخب الأول عام 2007. لعبت الظروف والإصابات دورها في قتل موهبة أمير توفيق في حراسة المرمى، فاعتزل كرة القدم. ورغم أن التوفيق تخلى عن أمير اللاعب، لكنه بات اسما على مسمى بعد الاعتزال، فاتجه أمير توفيق إلى دراسة التسويق الرياضي وعمل مديرا للتسويق بالقلعة الحمراء عام 2014، ورحل ثم عاد من جديد للقلعة الحمراء ضمن مشروع عائلة الأهلي لتكوين كوادر شبابية لمستقبل القلعة الحمراء. خطف أمير توفيق الأنظار وتعلقت به الجماهير بعد نجاحه في تحدي كافة الظروف والتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل مثل أليو ديانج وبدر بانون ومحمود كهربا وحسين الشحات وحمدي فتحي وغيرهم، بجانب السويسري ريني فايلر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. أمير توفيق يكشف الكثير من الكواليس في الأشبال. منورنا كابتن امير. كابتن اسامه حبيبي، نورك. ايه الاخبار؟ زي الفل الحمد لله. جاهز؟ يلا بينا. الناس كلها، جماهير النادي الاهلي، اول ما اعلنا هاشتاج اسال امير توفيق، الناس كلها مستنيه امير توفيق النهارده. يلا بينا، انا جاهز. حابين طبعا نبتدي معاك الحكايه بقى من الاول. يعني امير توفيق دلوقتي اصبح واحد من الكوادر الاهلاويه، دلوقتي مدير اداره التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي، لكن قبل كده امير توفيق ابن من النادي الاهلي اصلا. طبعا. يعني خرج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بالظبط. كلمنا بقى عن الفتره دي. انا في الاول خالص كنت لعبت كوره في هليوبوليس وانا عندي 7 سنين. بعد كده جيت الاهلي وانا عندي 10 سنين. قعدت من 10 سنين لغايه 21 سنه في النادي الاهلي. بعد كده في الدرجه الاولى قعدت فتره كنت معاك وبقيت بتصعد معاكوا شويه. وبعد كده خلصنا في 2006 خرجت من النادي الاهلي. طلعت اعاره بعد كده؟
لا طلعت كان بيع وقتها، كان فكره الاعاره لسه مش موجوده قوي يعني. كان وقتها المبدا ده لسه احنا عملناه قريب يعني بشكل كويس يعني، بس دلوقتي كان وقتها كان بيبقى استغنى استغنى عن الناس كلها اللي موجوده اللي بيعدوا السن. بس فروحت اسمنت السويس، اتصالات، بعد كده دجله، بعد كده بقى اتجهنا ل قبل الاعاره، قبل اسمنت السويس وقبل وادي دجله وقبل الاتصالات والكلام ده، مين اللي اكتشف امير توفيق قطاع الناشئين؟ مين اللي قال امير توفيق ممكن يكون معانا دلوقتي الجيل بتاعك؟ فاكر الصوره دي؟ غالبا دي في ملعب واحد او اثنين اللي فوق اللي هم ملعب الناشئين. فاكر معظم الناس اللي فيها. قول لنا مين كان الجيل بتاع امير توفيق؟ يعني كان طبعا كابتن نجار، هو كان الدكتور كان الاحمال، احمد مجدي، كان حازم جامع احمد مجدي، كابتن محمد وهبه، كابتن احمد ناجي، كابتن فريد شوقي، كان غالبا ده احمد سمير فرج غالبا، وعلاء كمال، ايوه مش فاكر بصراحه ده طبيب الفريق انا حافظهم. امير توفيق اول واحد على اليمين أنا من تحت بالظبط، انا على اليمين كنت تحت سفروت صغير جنبي زينهم واسلام عادل ومحمود رمضان وبيبو وحاتم كمال ومحمد السيد وعمر الحلواني. كانت فرقة محترمة وقتها، كانت فرقة كويسة. عمرو الحلواني دلوقتي لاعب أسوان ما شاء الله ماشي كويس، ماشي كويس. هو عمرو جميل، ما هو من هو صغير كده كان دايما شخصية مختلفة. ما شاء الله قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خرج لعيبة لكل الأندية في مصر. ما شاء الله ما شاء الله. خرجت أنت من النادي الأهلي من قطاع الناشئين، بعد كده لعبت في الدوري الممتاز. لعبت يعني أسمنت السويس من 2006 ل 2008، بعد كده مصرية للاتصالات 2008 2011، بعد كده دجله لغايه 14، بعد كده خلاص بطل كوره. فاكر المباراه بتاعت الاتصالات والاهلي؟ جت فيها جون برضه انت وقتها فاكر الماتش ده؟ كنا لازم نكسب المباراه دي واحنا برضه، وانتوا كنتوا لازم تكسبوها. احنا كنا ننزل وانتوا كان الاهلي والاسماعيلي وقتها كان الدوري، وقت الدوري احنا بنحسم كل بالزبط. نقطه بنقطه علشان مين هينافس للاخر. وكان 1-1 الماتش ده. نزلت مكان تريكا غالبا، نزلت انا الشوط الثاني وسجلت بالظبط. فاكر الجون ده؟ انت كنت في المباراه دي متالق، مش لازم اطلع اخدها بوكس لكن ما اعرفش اطلعها. طيب انت النهارده بعد ما بتعتزل كره القدم تشتغل في التدريب، تشتغل في الاداره، تشتغل في الاعلام، او تسيب الكوره كلها؟ امير توفيق اتجه لاداره مجال التسويق. بص فكره التسويق بالنسبه لي ما بداتش لما جيت ابطل كوره. يعني انا بطل كوره 2014. انا كنت محضر الكارير بتاعي من 2012 وانت بتلعب، من بعد بالظبط مجزره بورسعيد. يعني بعد الثوره الكوره وقعت شويه. بعد بورسعيد حصل يعني مشكله جامده جدا في صناعه الكوره عامه. فوقتها فكرت ان انا، وبرده عشان بكون حقاني برده، انا حتى انا الكارير بتاعي شخصيا ان انا، وكنت مثلا جوه منتخب شباب، منتخب اولمبي، رحت منتخب اول، مشيت من الاهلي بس كان في ممكن ارجع تاني، كان في كلام من كنت من الاجوان الصاعدين في الدوري المصري. بعد كده الكيرف نفسه بقى ثابت وبينزل، ثابت وبينزل. فخلاص فكره ان انا ابقى طموح ان انا ابقى جوه منتخب مصر او في الحته دي، الموضوع بقى لا مش موجود خلاص. فكان لازم احضر كارير جديد لنفسي من بدري. فالحمد لله يعني كان فكره معظم لعيبه الكوره بيتجهوا فعلا للاعلام او ممكن التدريب اول حاجه طبعا. لقيت ان فكره السبورتس ماركتنج عامه دي مش ما فيش حد مركز معاها جامد. وكنت شايف وقتها ان هي في مصر بعيده جدا عن اوروبا. فايه مشكله نبدا من بدري، ابدا من وانا صغير في حاجه 20 سنه. انا مبطل كوره 28 سنه. فابطل في الوقت ده لغايه ما اوصل لسن مناسب ان شاء الله اكون اوريدي خلاص عملت كارير كويس. انت بدات وانت 28 سنه بتبطل، يعني انت من حوالي 26 بدات تشتغل او تاخد خبرات. اخد خبرات واخدت دبلومه وادرس حته السبورتس ماركتنج عامه وسبورتس مانجمنت بشكل عام. ان انا ازاي ممكن تدير منشاه رياضيه، ازاي ممكن تشتغل في التسويق الرياضي. بعد كده اول ما بطلت كوره كان ده اتجاهي على طول. ان انا قلت مش هستنى لغايه ما اكون مثلا عندي 37 سنه 35 سنه مثلا ولسه وقتها افكر ان انا هعمل ايه. فطبعا ده مش هيكون كويس ليا خالص يعني. كويس. طيب النهارده انت يعني اشتغلت في النادي الاهلي 2014 2015 2015 دي كانت بدايتك في النادي الاهلي بالظبط. كان في اداره التسويق برضو والتعاقدات؟ كانت اداره التسويق، لا مفيش تعاقدات، ما كانش فيها تعاقدات. كانت الاداره وقتها كانت تعاقدات لوحدها والتسويق لوحدها؟ لا كانت خبريه خالص. انا كنت نائب مدير التسويق وقتها. وكان وقتها كان نادر خليل هو كان مدير التسويق في الفتره دي. بعد كده دخلت عشان افهم النادي ماشي ازاي واتعلم جوه النادي. بعد كده على حظي الكويس ان وقت عقد الرعايه اللي كان مع صله وقتها نادي الخليل كان ما كانش موجود في الصوره قوي. فانا عملت العقد بشكل شبه كامل مع احمد الشناوي، كان وقتها هو المستشار التسويق.
فده اداني خبره جامده جدا في ان انا كنت لسه بادئ في النادي الاهلي، وان اعمل حاجه عقد بالحجم ده كان وصل عقد بربع مليار جنيه، فكان حاجه خبره كبيره جدا. وانت بتبتدي المشوار وبتبدا في التعاقدات تاخد خبرات جدا، وده اداني فرصه لما اشتغلت مع شركه صله، الناس توسموا فيا خير فعرضوا عليا اشتغل هناك في الشركه. ففكرت ان انا اروح هناك في شركه صله، كان التايتل كان اعلى واخد خبره اكتر. قعدت 3 سنين خدت فيهم خبره كويسه جدا لغايه ما رجعت بعد كده الاهلي. رجعت النادي الاهلي، يعني انت النهارده ابتديت الاول في اداره التسويق، خرجت الصله، بعد كده عوده مره اخرى مع مجلس اداره كابتن محمود الخطيب. بالظبط. وانا في شركه صله كان الكابتن خطيب بعد الانتخابات، كان دكتور سعد شلبي قعدت معاه برده كذا مره في الاول. دكتور سعد لما قعد معايا طرح عليا موضوع ان انا اكون موجود في النادي الاهلي تاني، وقال لي ان انا في الاخر كابتن خطيب عايز يخلق كوادر كويس للنادي الاهلي، كوادر جديده، وانا من الناس المرشحه يكون ليهم دور في القصه دي. يعني ما ترددتش ثانيه، يعني هو اول ما قال لي المعلومه دي كلمت كام تفصيله كده صغيره ووافقت على طول، وبلغت شركه صله والناس محترمين كده يشكروا ان هم قدروا الموضوع، والموضوع خلص على طول. يعني وجيت لما طلب منك على اداره التسويق، تسويق بس مفيش تعاقدات، ما كانش التعاقدات جت بعد كده. بالظبط صح، يعني انا بالظبط جيت الاهلي يوم 5/7/2018 2018 ده مدير تسويق، التعاقدات 16/12/2018. جيت في ظروف صعبه، كان في ظروف صعبه، انتقالات والاهلي محتاج يدعم، ويعني علشان كده الظروف اللي اشتغل فيها امير توفيق ظروف صعبه، وعلشان كده معلم مع جمهور النادي الاهلي بالصفقات واللي انت عقدتها في الفتره دي. هي صعوبه الفتره دي كانت لو فاكر كان كنا لسه خسرنا فاينل افريقيا. ايوه الترجي، كان امام الترجي، بعد كده خرجنا بطوله على طول عربيه من الوصل الاماراتي غالبا. مظبوط. وكان كان لسه وقتها محمد فضل وحسام غالي كانوا استقالوا. فكان لازم يكون حد موجود الفتره دي، والنادي كان عايز يدعم بشكل كبير جدا في يناير، محتاج تبني فريق من جديد. بالظبط، الفرقه كان فيها مشاكل فنيه كتير. فدي الفكره. وحتى كابتن خطيب لما قال لي الموضوع ده قلت له يا كابتن انا يعني انا خايف ان انا يبقى عندي مشكله، ما عنديش خبره في القصه دي. اداني وعد، قال لي يا امير لا احنا في ظهرك، كان هو من سعد لقاي وقتها، احنا في ظهرك وهنقف جنبك وما تقلقش خالص، احنا واثقين فيك. وان انت اشتغلت عقد رعايه، كان برده لما جيت الاهلي لتاني مره اشتغلت عقد رعايه وبس فضائي وعقد اللبس لو فاكر، لما حصل فسخ التعاقد مع شركه مع سبورتا، وجت امره بعد كده، جت امره بعد كده احنا جبناها على طول في اسبوعين، جبنا امره في عقد الرعايه كان صاله فسخت، جت برزنتيشن بعدها برده باسبوعين، كان بس فضائي نفس الكلام برده، فكان ديلز برده كابتن شاف، يعني شاف فيا حاجه هو توسم فيا خير. يعني الاداره بتظهر وقت الصعب، فالنهارده وانت بتقول سبورتا فسخت مفيش، بعدها بكام يوم امبرو موجوده، النهارده شركه الرعايه مش موجوده، في شركه تانية. ده النهارده يعني بيديك خبرات كبيره وبيديك ثقه كبيره، وبتكون ملفات مهمه في وقت صعب انك انت بتشتغل عليه، ان عليك مسؤوليه كبيره. طبعا كانت فتره كانت صعبه جدا، ان انت لازم النادي يكون مستقر تسويقيا وماليا وفنيا وكل حاجه. فلما في مره واحده تخسر شركه رعايه وشركه ملابس، الموضوع كان تحدي كبير جدا. لكن كابتن خطيب شخصيا، دكتور سعد، مجلس الاداره، كان كل حد كان عارف كان بينفذ ايه بالظبط، وكان كل حد عارف دوره فين. فالحمد لله عرفنا نعدي المرحله دي بامان. بعد كده جت التعاقدات بقى خلت الموضوع يبقى شكله احسن. يعني وانت بتقول لي دلوقتي يا كابتن محمود خطيب، وانت جاي في ظروف صعبه قاعد معاك هو كابتن عادل القيعي، وادوك ثقه كبيره جدا ودعموك بشكل كبير، اتعلمت ايه من كابتن محمود الخطيب؟ كابتن محمود الخطيب اهم حاجه الكابتن علمها لي، وهو اهلي من الاول، فكره انكار الذات. ان انت ازاي تكون في النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي دي مؤسسي، كل حد عارف دوره ايه. النهارده انا في تعاقدات، دوري ليا فريم ماشي جواه، ما ينفعش اجي اقول انا النجم وانا اللي بعمل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها كده. النادي الاهلي، النادي الاهلي هو الاساس، مفيش حد اكبر من النادي، وده الاساس اللي احنا ماشيين عليه. بس وعمل شويه مشاكل اخر فتره، بس ربنا كرمنا في الاخر. وكابتن عادل القيعي، يعني كابتن عادل القيعي طبعا يعني يظل الاسم الاشهر، مهندس الصفقات وثعلب الصفقات، لكن دلوقتي امير توفيق ما شاء الله علم مع الناس، وخلاص الناس بتلقب امير بامير الصفقات دلوقتي. اتعلمت ايه من المهندس عادل القيعي؟ لا، مهندس عادلي راجل اسطوره، راجل شغال. انت عارف اقول لك معلومه، وانا في اليوبلس قبل ما اجي الاهلي، وانا عندي 10 سنين، هو اللي جابني الاهلي. والله؟ والله يعني جابني. كان بيتابعك لا يعني هو حد كلمه عليا، وهو اللي وقتها كلم والدي وجابوني وقتها 50 كوره، وعارف حاجات كانت زمان الحاجات اللي هي ال 50 كوره 50 تيشيرت. انا شايف صورتك هنا مع الكابتن عادلي ده. اليوم ده كنا لسه ماضيين مع حمدي فتحي. حمدي فتحي حلو قوي. كنا لسه مخلصين الديل مع ام بي،
وهو كان جه معايا وقتها الشركه وخلصنا ديل مع بعض، وده كنا راجعين في الطريق على النادي. كويس. كان مستشار وبتستعين بيه يعني وانت في بداياتك براي كابتن عادلي برضو بخبراته؟ طبعا طبعا. اتعلمت من كابتن عادلي كتير جدا، ولغايه دلوقتي كل هو الراجل لغايه دلوقتي هو ممكن يكون ما بقاش موجود على طول معايا في الحته التنفيذيه، بس راجل مشكورا مش بيتاخر عليا خالص، كل ما احتاج منه مشوره بيساعدني فيها يعني. كابتن عادلي ما شاء الله خبرات كبيره، وكمان على المستوى الشخصي يعني انسان جميل. تعالى بقى نشوف التقرير ده مع كابتن عادلي القيعي وكلامه عن امير الصفقات كابتن امير توفيق. عشان نفهم تفاصيل تجربتي مع امير توفيق لازم نفهم تفاصيل المسؤوليه اولا. هو مطلوب ايه من امير توفيق؟ الاداره كانت زمان اسمها اداره التسويق والاستثمار، كان جزء من مهمها التعاقدات. مع التقدم التكنولوجي التقدم في فكر التعاقدات اصبحت العمليه معقده اكتر، فاصبح مدير التعاقدات بيستقل بالتعاقدات، يعني هو مسؤوليته ان يتعاقد للنادي الاهلي مع اللعيبه والمدربين اللي بيختارهم ناس تانيين مش هو. هو قد يرشح، يعني هم لما يجوا يقولوا له عايزين مدرب ممكن يقدم سيفيهات، عايزين مهاجم بالمواصفات الفلانيه يقدم ترشيحات، لكن صاحب القرار والفيتو بيبقوا ثلاث جهات. اولا لجنه التخطيط اللي بتغرب كل ترشيحات، نمرة اتنين الجهاز الفني اللي بيقول ايوه هو ده تنطبق عليه المواصفات ولا لا، ثم طبعا ادارة النادي المتمثلة في الكابتن الخطيب لانه مفوض من مجلس الادارة بشؤون الكرة، وبعدين بعد كده بيعتمد كل هذا الكلام من مجلس الادارة. اذا امير توفيق هو منفذ لاختيارات فنية وليس صاحب قرار فني. بس بقول الكلام ده ليه؟ لان انا شايف فيه نوع من التحامل ساعات بيبقى على مش بس امير، اي حد في هذا المنصب، ولكن امير في الفترة الاخرانية يعني بيتعرض لتقييم مبني على تقييمات فنية للعناصر اللي دخلت، ده مش دوره. دور امير ونجاحه بيبقى انه يجيب الحاجات اللي النادي محتاجها، اولا يحصل عليها، ثانياً وبالسعر الذي يناسب قدرات النادي وبالحدود اللي بتتحط له. هل أمير توفيق ناجح في هذا الإطار؟ طبعاً لحد دلوقتي كل ما كلف به حصل عليه في إطار ميزانية النادي التي كلف بها. يبقى أمير توفيق يملك من الكفاءة، يملك من الثقافة، يملك من الشغف، ودي اهم حاجه. اذا احنا ما حبيناش شغلنا في النادي الاهلي مش هيحبنا، مش هننجح. احنا بنروح نفكر اطول مده ممكنه في مسؤوليتنا تجاه النادي الاهلي. اعتقد ان امير بيعمل كده بالظبط، خاصه ان امير مش جاي من فراغ، ده جاي من تجربه تسويقيه حيث كان يعمل في احد الشركات، شركات اللي هي الرعايه والتسويق، و يعني عنده خبرة في هذا الأمر. لكن ممكن في إدارة اللعيبة والتعاقد مع اللعيبة لا، هو تبادل خبراته. وطبعا لما النادي الأهلي خد هذا الكلام هتقولي وين مال انت دورك يا عدلي؟ أنا دوري مستشار يلجأ إلي لاكتساب المشورة وبعض الخبرات في أمور معينة وفي أزمات محددة. وطبعا أمير على تواصل تام معايا يعني، لكن ما هواش على تواصل في تفاصيل يومية، لكن احنا يديني يعني او نتبادل الكلام في بداية مشوار التعاقد، وبعدين كل التفاصيل وكل الإجراءات التنفيذية هو بيعملها لحد ما نيجي نقفل البيعة وصياغة العقد والحدود بتاعتها. اذا اتعملت في الإطار اللي اترسم له خلاص مفيش مشاكل، إذا في بعض التحريك ممكن قد يلجأ إلي سواء من لجنة التخطيط أو كابتن خطيب أو أمير أو أمير في بعض المراحل يعني اللي هي بيسموها إيه مبكرة شوية. لكن بكل المقاييس أمير هو الرجل المناسب في المكان المناسب ويؤدي عمله على أكمل وجه. أوجه الأمير أقول له أنت ماشي كويس، استمر
في التعلم، استمر في دراسة المناخ أكتر، سواء الإفريقي أو العربي أو الخليجي أو الأوروبي والعالم، يعني أمريكا اللاتينية، هتكتشف باستمرار أن في أمور جديدة ممكن تضيف إلى النادي الأهلي من خلالها. جمع المعلومات بالشكل اللي يحتاجه النادي الأهلي، السكريسي، محدش ياخد منك حاجة أبدا مهما كان. كلام مهم وشهادة مهمة من الكابتن عدلي، يعني الراجل المناسب، أمير توفيق في المكان المناسب. شهادة جميلة جدا، وأنا بشكره جدا على الكلام الجميل ده. المهندس عدلي زي ما قلت لك من الناس اللي تعلمت منهم كتير وخدت منهم خبرات كويسة، وراجل أسطورة في المكان ده في النادي الأهلي. فأتمنى إن شاء الله يكون في يوم من الأيام يعني يكون بنفس مقدار النجاح اللي هو نجاح حققه إن شاء الله. في أسئلة كتير في الشارع الأهلاوي محتاجة رد منك. يلا بينا، إحنا قدامنا ساعة والحلقة تخلص ومحتاجة رد منك. يلا بينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هتسمعوا كل الردود لتخص الشارع الأهلاوي من الكابتن أمير توفيق. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن امير، قطاع الناشئين السنه دي بالنادي الاهلي بيمر بطفره كبيره. طفره السنه دي، يعني مدير فني اجنبي منذ سنوات طويله ما كانش فيه مدير فني اجنبي. السنه دي صحينا لقينا النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني اجنبي. هي دي اول مره يبقى فيه مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين. قبل كده كان كروفر، كان مسؤول على البراعم وتطوير المواهب البراعم. لكن دلوقتي ان يجي لك مدير فني جديد بيخطط لقطاع كامل النادي الاهلي، دي اول مره تحصل بالشكل الحالي. فكره بروكرش جت من الاول طبعا نجم التخطيط وكابتن خطيب وخالد بيبو وانا كنت معاهم، ان احنا كنا عايزين ازاي نجيب، ازاي نخلق هويه لقطاع، ازاي نوحد سيستم لعب قطاع الناشئين، وازاي النهارده نجيب حد يكون مسؤول عن الكلام ده ويكون عنده خبره في التطبيق الكلام ده في بلده. وده بروكيتش كان من ضمن الاسماء المرشحه، وده اللي هو كان بينفذه عنده في تشيك. كان مين الاسماء المرشحه غير بروكيتش؟ كان في اسماء تانية مش معروفه معظمها. مدارس ايه يعني، رحتوا المدارس ايه ممكن؟ لا، كان في اللي كنا احنا كلنا مع ثلاث اربع مدربين في الاخر. دول كان واحد منهم هيجي، والاربعه كانوا موافقين، بس طبعا كل واحد كان عنده الحته الماليه ممكن تكون معطله الموضوع شويه معانا. فكان في واحد اسباني وواحد هولندي وبلجيكي وبروكيتش. فبروكيتش هو في الاخر اللي استقرنا عليه. الامور ماليا كانت منطقيه بالنسبه لنا شويه. وفي نفس الوقت برضه راجل خبراته كويسه جدا. لما اتكلم سي في قوي طبعا. لما اتكلمنا معاه، لا راجل هو تعيش طول عمره في ناشئين، يعني في سبارتا، سبارتا برا في تشيك، بعد كده اتحاد تشيكي. بتكلم في 12 سنه خبره في المكان ده. فهو عارف، حافظ فكره تطوير القطاع من السن اللي هو 7 8 سنين لغايه ال 20 سنه بشكل كبير جدا. الراجل لما جه اول ما اتكلمنا معاه في الاول، احنا كان عندنا هدف زي ما قلت لك ان احنا نوحد، نبني هويه النادي الاهلي ونوحد طريقه لعب القطاع، كل سن بالاسلوب بتاعه. وازاي برضو ويحصل ازاي التواصل بين قطاع الناشئين وفريق الاول، مهم عشان النهارده انت بتعمل سياسه فريق الاول النهارده. ان احنا انا قلت كده من اسبوع تصريح ان احنا عارفين صفقاتنا كمان سنتين عامله ازاي. بالظبط، انا بشرح لك، انا بقول لك الفكره في ايه. ان احنا انت عارف البلان، انا بقول صفقات ان هو يجي شخص لعيب هجيبه. احنا بنتكلم المراكز اللي هتكون محتاجه تدعيم في خلال سنتين من دلوقتي. سنتين دول هيبقى حد من القطاع او حد من بره النادي الاهلي او حد من بره مصر، فدي بتكون ليها لازم يكون ترتيب من بدري. فالقطاع النهارده يكون التواصل الراجل دوره من ادوار رئيسيه، ازاي بيتواصل مع الفريق الاول، وازاي النهارده ان هو بيحضر لعيبه مناسبين في اماكن احنا هنكون محتاجينها الفتره الجايه في الفريق الاول. اتبعتوا سياسه مهمه جدا، انا شايفها من اهم السياسات الموجوده في قطاع الناشئين، هي فكره الاعارات. ما شاء الله، يعني بنشوف لعيبه قطاع الناشئين بتروح تكتسب خبرات، يعني بتؤدي اداء قوي في الانديه
اللي هي معاره ليها، خاصه ان فرصها ممكن تكون قليله في النادي الاهلي. شايف فكره الاعارات ازاي؟ وهل الاعارات دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي واداره التسويق والتعاقدات او اداره التسويق، هل فكره ماديه ولا فكره فنيه اكتر؟ فكره ماديه وفنيه الاثنين، ان احنا بنطلق اعارات بفلوس وبنوفر مرتب اللعيب نفسه كويس، فبيكون لنا مكسب مالي في القصه دي، وفي نفس الوقت فنيا، وده الاهم بالنسبه لنا. النهارده اللعيب الصغير ده مثلا مواليد سي مثلا 2001 تمام، قبل كده كان قطاع الناشئين في الاهلي او في مصر عامه دايما المدربين بيبصوا له ان هو قطاع بطوله ماشي، هو طبعا قطاع بطوله عشان الاهلي، انا مش معترض على الكلام ده، لكن لازم يكون عندنا هدفين اساسيين او ثلاث اهداف تمام. اول هدف ناخد بطوله اوكي طبعا بتاعت السنه نفسه. ثاني هدف الفريق الاول اللي هو اهم بطوله الناشئين. ثالث هدف ان انا ازاي اسوق اللعيبه دي في اوروبا. اوروبا تمام. فزمان كان اول هدف كان هو بيطغوا على ثاني وثالث هدف، كان لا انا عايز اخد بطوله 2001 فاللي هو انا اسف يا فرحتي يعني انا هاخد بطوله النهارده واللعيب في الاخر هيتحرق ويكون مش قادر يستحمل. النهارده كان في زمان اللعيب بيلعب مع سنه واللي اكبر منه والفرقه اللي بعديه في خمس ده غلط جدا، ما ينفعش. اللعيب لازم احافظ عليه النهارده، واللعيب بحضره ازاي يبقى لعيب درجه اولى خلال سنه او سنتين من الفتره اللي احنا بنتكلم فيها. فالنهارده ازاي تعمل الميزان ده قصه مش سهله، وقصه ازاي عشان تغيرها من اللي هو العقليه بتاعت العقليه المصريه ان احنا لا لازم نكسب بطوله، دي الاساس، ان انت تقول لنا يا جماعه لا احنا عندنا بطوله جزء والفريق الاول هو الاهم، مستقبل النادي هو الاهم، فدي تاخد وقت شويه. طيب فكره الاعارات بتربطه دلوقتي اللعيبه قبل ما تخرج الانديه الاعارات بعقود طبعا. ما طبعا بالظبط. ما نرجع بقى فكره الاعارات نفسها، ان احنا اللعيب النهارده لازم يطلع اعاره ياخد خبره في الدوري الممتاز ماشي، اللعيب كل ما ياخد خبره هيرجع لنا يفيد الفريق الاول على طول، فهنقطع شوط السنه مثلا درجه دوري ممتاز يعتبر بسنتين طبعًا في الناشئين من تحت مشاركه طبعا، ياخد خبره اكتر بيجي لنا هو شبه جاهز في القطاع، وده اللي حصل في اخر سنه مع الخمس لعيبه اللي رجعوا لنا اكرم وناصر وصلاح واحمد ياسر وشريف. السنه دي حاصل بشكل اكبر كمان شويه، عبد المنعم واحمد عبد القادر وعمار حمدي وشكري وفخري، فبنتكلم مش عارف ناسي حد برضو يعني مجهز لك كل اسماء بالظبط يعني. يعني لو انت بتتكلم عن سموحه عندنا محمد عبد المنعم وعندنا احمد عبد القادر وعندنا محمد شكري بالظبط راح لهم في يناير. الاتحاد عمار حمدي، عندنا النهارده الجون عربي بدر، عندنا المقصه فارس طارق، البنك الاهلي فخري وشادي رضوان بالظبط. فاللعيبه دي كلها بتتكلم حوالي 7-8 لعيبه ولو اتفرج عليهم في الدوري السنه دي ماشيين بشكل كويس جدا وشكل محترم جدا. فاللعيبه دي في الاخر احنا بنتكلم مينيمم من 3-4 لعيبه السنه الجايه هيكونوا لهم دور معانا يرجعوا تاني طبعا لازم. ما انت بيطلعوا اعاره عشان يرجعوا لنا يكونوا المراكز اللي احنا ممكن عندنا نقص فيها هم بيساعدونا فيها. موسيماني بيتابع اللعيبه ولا امير توفيق ولا الكابتن سيد؟ يعني موسيماني هو شغال في المنافسات دلوقتي وفي المباريات برضه عينه؟ عين موسيماني. احنا عندنا فيه النهارده اداره التعاقدات مع اداره التحليل الاداء بتاعت اللي مع موسيماني اللي هو موسي ويوشا الاثنين دول مع الاداره عندي مع خالد واحنا بنتابع البرفورنس بتاعهم اللعيبه اللي شاركوا قد ايه وعندهم مشاكل، حد عنده مشاكل مع مدربين مشاكل عندنا مع دلوقتي بنعرض مشاركات اللعيبه المعاره من النادي الاهلي للانديه بالظبط. عندنا حاجه طبعا ممكن تكون فيها شويه تفاصيل اكتر شويه عن كده شغلنا احنا هنا بالنسبه للبرنامج يعني. فالراجل في الاخر دايما في تقرير دوري على طول بنتابع اللعيبه دي عشان في الاخر بنحضر ان احنا الصيف جاي من دلوقتي مين ممكن يكون اللعيبه اللي يكون يدور معانا السنه الجايه. طيب امير توفيق السنه دي لقطاع الناشئين جاب احمد عبد القادر، احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه وهو ابن من ابناء النادي الاهلي وطلع فتره شيك ورجع مره ثانيه ما شاء الله السنه دي يعني مع سموحه بيأدي مباريات قويه بشكل كبير. شايف احمد عبد القادر ازاي؟ احمد من اللعيبه الكويسين جدا ومن الشخصيات الجميله ان هو لما سافر من الاول راح تشيك اتظلم شويه في النادي الاهلي وشبه عملنا تحقيق في الموضوع عرفنا ايه اللي حصل بالظبط فلقينا ان هو حصل يعني زي ما الناس قالت ده هرب من قطاع الناشئين لا يعني هو سافر هو سافر بس حصل شويه ظروف كانت يعني مش في صالحه جوه النادي يعني غير تفاصيل لما سافر هناك حصل له تطور بدني رهيب رهيب يعني ما شاء الله واحد تاني يعني
ودي من الحاجات برضو اللي ضايقتنا ان احنا ازاي احنا في النادي الاهلي ما نكونش عندنا فكرة السبورت ساينس او العلم الرياضي، ان انت ازاي يكون اللعيب عندك يكون جسمه متناسق جسمه مظبوط لما يطلع درجة اولى ما يكونش محتاج وقت للتكيف مع الدرجة الاولى. فاحمد في سنتين في تشيك رجع واحد مختلف، ففنيا لعيب كويس جدا. كان في دماغنا اول ما جبناه يطلع اعاره على طول، ده كان حاجه اساسيه بالنسبه لنا. عشان انا شايف ان هو الفتره الجايه هيكون له دور مش مع الاهلي بس، مع منتخب مصر كمان. لو النهارده بتعير لاعب من قطاع الناشئين لاحد الانديه وما شاركش، هل النهارده النظره بتختلف مع النادي ده؟ النهارده عندك نجاح مع سموحه، سموحه اخذ ناصر ماهر، اخذ صلاح محسن، اخذ لعيبه كتير وما شاء الله في نجاحات مع سموحه. هل النهارده الجونه برضو السنه اللي فاتت والسنه دي واخدين عربي بدل، هل بيتم تغيير السياسه مع النادي مره اخرى لو ما استعانش باللاعب؟ طبعا بالظبط، بيكون النادي والمدرب برضو. طبعا احنا في حاجه فنيه، مدرب ما اقدرش انا اتدخل في اختياراته طبعا. لكن برضو في مدربين بيفوقوا اللعيبه، كابتن حميد طولان مع عمار حمدي ما شاء الله، مش اقول لكم مع احمد شريف بعدها. فكابتن حميد طولان بالنسبه لنا من المدربين لما يقول الامير انا عايز لعيب هفكر كذا مره، لا الراجل ده بيفوق اللعيبه بتاعتنا. في برضه الجونه نفس الكلام او سموحه، فطبعا دي حاجه تفرق. في انديه اخرى اللعيبه بتروحها بيضروا، فوقتها فكر كذا مره ان انا قبل اللعيب يروح عندهم هناك. خطط كابتن امير توفيق المستقبليه بقى، عايزين نقول المفاجات كده معانا وانت موجود معانا النهارده، ايه خطه كابتن امير بالنسبه لقطاع الناشئين او بالنسبه للاعيبه اللي موجوده داخل قطاع الناشئين مش على المستوى المحلي هنا في مصر، لا بالنسبه لاوروبا ايه؟ زي ما قلت لك احنا كان في حاجه ناس تعرفهاش، ان احنا كان شهر واحد اللي فات ده كان هيطلع ثلاث لعيبه من الاهلي يسافروا تشيكو بولندا يحترفوا هناك. ده من ضمن اهدافنا الرئيسيه فكره سفر اللعيبه الصغيرين الفتره الجايه، ان احنا الاهلي يبقى بوابه للعيبه لاوروبا. تمام. عندنا الراجل ده بروكيتش لما جبناه هو عنده هدفين، زي ما قلت لك في هدف الاول الحته الفنيه وعنده هدفين رئيسيين. اول هدف ان احنا نصعد لعيبه في الدرجه الاولى بالتنسيق مع الجهاز الفني، تمام. والتاني هدف ان احنا نطلع لعيبه اوروبا. اوروبا بالنسبه لنا اللعيب كان دايما قبل كده الاهلي بيبص على الاول ترانسفير، لما لعيب صغير في الناشئين مثلا يجي له عرض من اوروبا من نادي صغير برده يطلب ارقام تكون ممكن تكون مبالغ فيها شويه. دلوقتي القصه مش كده، دلوقتي انا ببص على السكند ترانسفير. اللعيب النهارده هيروح اوروبا في نادي هناك هيطلع برقم صغير جدا، بس لما يتنقل بعد كده لو ربنا كرمه وراح نادي اكبر انا باخد فلوس اكتر بكتير قوي كنادي. او ان هو اللعيب هيتطور ويرجع تاني زي عبد القادر بس يكون تحت عينينا. فبيكون عندنا كذا شانل في اوروبا ان احنا نشتغلها بالشكل ده، فمنها ان احنا اللعيبه ياخدوا خبرات ويرجعوا لنا، ومنها ممكن تكون منها بالنسبه لنا مكسب مادي ان احنا اللعيب بعد كده يحترف في اوروبا وربنا يكرمه. فتحت الاتصالات اوريدي مع انديه؟ لا انا خلصانه خالص. احنا كنا بقول لك يناير كنا ثلاث لعيبه هيطلعوا خلاص، طلب مني كذا ثلاث مراكز في انديه ايه ولا لا في الشيكو بولندا. طلب ثلاث مراكز وخلاص، كنا كلمنا الانديه هناك والناس كانوا عايزين يبقوا ثلاث لعيبه موجودين معاهم وبعتنا لهم فيديوهات اللعيبه وخلاص الموضوع خلص. بس فكره الكورونا هي اللي معطله الدنيا شويه، بس ان شاء الله الصيف الجاي باذن الله الدنيا لو هديت شويه ده هيحصل 100%. يعني ممكن نشوف الفكره دي تتكرر مره تانية في الصيف؟ هي هتحصل ان شاء الله، هتحصل خلاص. يعني أول ما خلاص من الخطط الاولويه عندنا كذا علاقات مع كذا نادي في اوروبا وكذا وكيل في اوروبا والناس ماشيين معانا كويس جدا في القصه دي. عندنا كواليس بقى مهمه، تعاقد مع فايلر، رحيل فايلر في ظروف صعبه، قدوم موسيماني، رحيل بعض نجوم الاهلي، وظن البعض ان الاهلي ممكن يقع، لكن الكابتن امير توفيق بيكون دايما في الميعاد بصفقات مهمه. هنعرف كل التفاصيل دي ولكن بعد الفاصل. كابتن امير، يعني كنت يعني موجود انت والمهندس خالد مرتجي في سويسرا في التعاقد مع فايلر. الكواليس اللي كانت في التعاقد، خاصه ان فايلر في النادي الاهلي ما شاء الله الفتره الاولى يعني كان حاجه منوره قوي، بعد كورونا بقى حاجه تانية. انت كنت من اقرب الناس لفايلر وشخصيه فايلر. بص احنا قبل فايلر احنا كنا في ثلاث مدربين، كان واحد فايلر واحد منهم. رحنا موناكو الاول، قعدنا مع ثلاث مدربين، وبعد كده كان بالنسبه لنا في الاخر كان انسب واحد كان هو فايلر. كنت انا مهندس خالد مرتجي قعدنا معاه حوالي ثلاث او اربع مرات في ثلاث ايام،
اتكلمنا في كل التفاصيل، شرحنا له المشروع بتاعنا في النادي الاهلي الفتره الجايه كله كان عامل ازاي. هو كان متحمس جدا. لو خدت بالك وقتها كان في شويه برضو رفض جماهيري لفكره وجود فايلر، ان كان طرح كام اسم قبلها اسم كبير، فالناس كانوا طموحاتهم عاليه شويه. بس احنا حتى مهندس خالد كان ليه كلمه مهمه جدا معايا واحنا في زيورخ بقى بعد لما رحنا مضينا العقود، قال ان احنا مش فارق معايا فكره السوشيال ميديا او الضغط بتاع السوشيال ميديا، عشان احنا كنا واثقين ان فايلر هيعمل شغل كويس، ان هو كان شخصيه كان كاركتر، باين هو كاركتر مختلف ويعرف يسيطر على الفرقه، وفنيا كمان كان عارف يعني ايه النادي الاهلي. وميزه فايلر، وحتى دي كانت مع موسيماني برضو، ان احنا دلوقتي بنبص على مدربين دايما اللي ماسكين فرق بطوله حتى لو في دوريات صغيره، بس فكره الفرقه البطوله دي المدرب اللي بيكون ماسكها بعد كده كان الاهلي بيكون عارف ان هو لازم يكسب على طول. مع عنده هو مع اندرلخت هو كان مع لا كان في الاول مع اراوا في سويسرا درجه ثانيه، بعد كده المانيا نيورنبرغ درجه ثانيه، دول فرقتين يعني فرقتين بيحاولوا يصعدوا. بعد كده اندرلخت برده نفس الكلام في بلجيكا دوري والسوبر بالظبط. فهو فكره فايلر كان دايما فرق البطوله بيحاول يصعد ممتاز في بلد بتاعته، او ان هو بيروح مع اندرلخت دوري بياخد دوري سوبر معاهم وبيلعب تشامبيونز ليج. بعد كده موسيماني نفس الكلام برضو، ان موسيماني برضو فرق بطوله ومنتخب من افريقيا منتخب كبير. لا بس قبل موسيماني النهارده اذ فجاه النهارده في توقيت صعب جدا فايلر موجود في النادي الاهلي، فايلر قبل النهائي الافريقي قبل نص النهائي رحيل فايلر النهارده انت في وقت صعب، اختيار مدير فني ايضا في وقت صعب، خاصه لو فايلر كان مشي مع بدايه جائحه كورونا كان يبقى عندك وقت طويل تقدر تختار وتقدر تحط الجهاز الفني بتاعك، لكن جه في توقيت صعب جدا. بص فكره فايلر زي ما قلت قبل كورونا كان شخص، وبعد الكورونا الدنيا اختلفت شويه. كابتن خطيب وقتها واللجنه ان احنا كان في رؤيه ان احنا مش حاسين بالامان قوي، يعني انت النهارده لا احنا لازم عندنا بلان بي تكون جاهزه من بدري. الكابتن خطيب كان عنده رؤيه واضحه في القصه دي، وهو فكره موسيماني كان بالنسبه له كانت اولويه قصوى ان احنا ازاي نحضرها من بدري. اول ما لقينا في الاخر ان فايلر فكره ان هو كان عايز يسافر وعايز يسافر يقعد 3 ايام في سويسرا، الموضوع خلاص الموضوع كان باين ان هو مش مظبوط يعني. فكان خلصنا ميتنج ده كان في قرار ان احنا لازم نقفل مع موسيماني كل حاجه، والكابتن كان بنخلص كل حاجه مع الراجل يعني. انت النهارده كنت بتفكر في موسيماني في الناحيه الثانيه طبعا، لازم في فاتح باب اتصال او طبعا معك يعني الكابتن طبعا وانا كنت معاه، دي حاجه اساسيه ان انت النهارده انت شايف الرؤيه. حتى ما احنا برده لينا كابتن سيد مدير الكوره بينقل لنا اوضه اللبس عامله ازاي، وبينقل الامور جوه الفريق عامله ازاي. فالكابتن كان بيوضح الدنيا لا فيها مشاكل. تفاجئتوا مصر كلها بموسيماني، يعني اخر توقع الناس كانت ممكن تتوقع النهارده موسيماني، ولا وكمان انت اخترته انت جاي في مشوار نهايه المشوار الافريقي، بطوله افريقيا مهمه ملم هو بالكره المصريه ولاعيبه النادي الاهلي ملم بالفرق المنافسه لينا. طبعا. واكبر ميزه عنده ان هو موسيماني كان الفرق اللي مسكها كلها بيقعد 5 أو 6 سنين في الفرقه. يعني كان سوبر سبورت قعد حوالي 5 سنين، المنتخب جنوب افريقيا قعد 4 أو 5 سنين، عنده استقرار في المكان اللي بيشتغل فيه، سان داونز 7 سنين وكان لسه مجدد عقده. فمش واحد بيتنقل كل شويه في مكان. فدي حاجه تدينا برده شويه راحه ان الراجل عارف يعني ايه مقدر قيمه المكان اللي هو فيه. فهو موسيماني في وقت في التوقيت ده كان هو عارف الفول باكج، الراجل حافظ افريقيا، حافظ لعبتنا، حافظ الفرق اللي لعبها في افريقيا اللي هي كان الوداد والرجاء والزمالك، وفي نفس الوقت مستقر، عارف يعني ايه يبني هويه للنادي بتاعه. فهو نفس الكلام اللي حملناه في الناشئين، فكان في درجه اولى نفس الكلام برضو. فهو كان باكج كانت مثاليه بالنسبه لنا الفتره دي. ميشيل يانكون مدرب جاي مع ريني فايلر، بعد رحيل ريني فايلر والجهاز كله تم الابقاء على ميشيل يانكون، انت اللي قعدت مع ميشيل يانكون وعرضت عليه الامر، ويعني بالتنسيق طبعا مع الكابتن خطيب ولجنه التخطيط طبعا، مدينا التفويض. انت احنا شايفين الشناوي ما شاء الله عامل ازاي طبعا، عامل طفره مع حراس مرمى النادي الاهلي، ولازم استغل الموضوع ده برده ان احنا لازم علي لطفي من الاجوان كويسه جدا، عامل شغل كويس جدا في التمرين حتى مع ميشيل. فكل ما بياخد اكتر مستواه هيعلى اكتر، عندنا جوان صغيرين مصطفى وحمزه دلوقتي مع ميشيل برده، كنا في قطر مع بعض شفنا مستوى ما شاء الله محترم. الراجل ميشيل تمرينه مختلف، تمرينه جديد عن اللي احنا متعودين عليه. فالراجل مدرب كويس قوي، هو كان حابب يقعد في مصر، حابب يكمل مع النادي الاهلي. فاول ما عرفنا ان هو ممكن يكون حابب القصه دي اتكلمنا معاه وخلصنا مع الموضوع. في جمل شهيره هتفضل في النادي الاهلي، جمل قدامك ساعه وترد عليها. طبعا كواليس رحيل رمضان صبحي، احمد فتحي وتجديد احمد فتحي،
حسام عاشور، شريف إكرامي، الكواليس دي خاصة أنها كانت فترة ممكن يهتز فيها النادي الأهلي. لكن النهاردة كابتن أمير توفيق تمسك بمبادئ النادي الأهلي وردود النادي الأهلي علشان يبقي دايما النادي الأهلي فوق الجميع. بص ممكن نتكلم فكرة شريف وحسام عاشور وفتحي، ممكن نتكلم عنهم. الناس دي قدمت حاجة للنادي الأهلي، قدموا تاريخ للنادي، حتى لو احنا عندنا مشاكل معاهم، مش كأمير، ممكن في طريقة المشيان او حصل حاجات زعل من الجمهور او حاجة، بس في الاخر لازم نعترف الناس دي قدمت حاجة للنادي، لعبوا سنين طويلة في النادي وخدوا بطولات. رمضان مش فارق معايا اتكلم عليه بصراحة، لعيب راح مكان تاني ما قدرش اللي احنا قدمناه له. ففكرة صوت عليا مش هي طلعت ترند وكل حاجة، بس دي حاجة والله ما تبسطنيش، فاهمني؟ ان انت النهارده تكون قدمت كل حاجه لشخص معين وعملت له كل حاجه عشان يكون مقدر قيمه المكان اللي هو فيه، وفي الاخر يكون ده رد الفعل، فمش فارق معايا الكلام ده بصراحه خالص. فخلاص يعني مش. طب وليد سليمان التفاوض معاه ما اخدش اكتر من 30 دقيقه. لا وليد كان سهل جدا. يعني بص انا فكره التجديد، انا اول مره اقعد تجديد او اتولى المسؤوليه دي كان الفتره شهر 3 اللي هو ده. كان كابتن خطيب قال لي هقعد مع اللجنه، كان وقتها اللجنه بتبلغ حسام عاشور وشريف كرامي ان هو خلاص. يعني الشريف كان قبلها، كان شريف طلع قبلها بشهر قال ان هو عايز يلعب في مكان تاني. فاللجنه طبعا شكرته جدا وقالت له شريف يعني ربنا يوفقك في الحته اللي هتروحها. نفس الكلام لعاشور، اللجنه شافت ان هو فنيا ممكن يكون مش موجود. فانا ما كانش ليا دور قوي في الحتتين دول، كان ليا دور اكتر في وليد وفتحي. وليد كان عايز يكون موجود معانا وكان مقدر جدا، اتفقنا على ارقام وخلاص وخلصنا كل حاجه. فتحي هو نفسه حتى كان حد من بيراميدز هاني سعيد غالبا كان طلع اتكلم ان هم قبلها كانوا كلموا معاه والامور كانت يعني كانت شبه خلصانه يعني. لكن فتحي فنيا قدم معانا موسم كويس، نهى بشكل كويس فنيا، فيعني ربنا يوفقه. وهتبقى كلمه الكابتن محمود الخطيب كانت مع الاستاذ يعقوب الساعتي، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. نمنا صحينا لقينا الكابتن امير توفيق في الجزائر بيتعاقد مع لاعب من اهم لاعبي النادي الاهلي، اليو ديانج. اليو ديانج والكواليس، يعني انت فاجئتنا بالصفقه دي، صفقه اليو ديانج ما شاء الله من اهم الصفقات للنادي الاهلي. ازاي كنت متابع اليو ديانج في الدوري الجزائري، حاطط عينك عليه، سافرت فجاه لقينا صوره الكابتن امير مع اليو ديانج، تم التعاقد مع اليو ديانج. ديانج احنا تعاقدنا معاه في شهر 7، احنا كنا بنعمل له سكاوتنج من شهر 2. شهر 2، يعني انت بتابعه قبلها بخمس شهور. قبلها بس احنا كان الدوري خلص شهر 5 هناك في الجزائر، فقعدنا 3 شهور بنتابعه. بعد كده تفاوضنا في شهر 6، فتره كبيره حوالي شهر كده بنتكلم مع النادي، وفي الاخر خلصنا كل حاجه في اول 7. ديانج برده كان لعيب شايفين ان هو كان فاكر وقتها كان في مفاضله اعلاميه بين ديانج وفرانكوم. اي فرانكوم اللي كان لاعب الترجي، او كان الناس كلها رايحه لفرانكوم، ديانج ما حدش مركز معاه قوي. انت رقصت الناس كلها ورحت حته ثانيه. احنا كان ديانج شايفين لعيب صغير في السن، لعيب المستوى بتاعه في تصاعد جامد جدا. كان معايا وقتها كأنيس بوجلبان، كان معايا في القصه. ساعدني جدا في الموضوع ده وسهل عليا كل حاجه هناك في الجزائر وخلصنا كل أنيس بوجلبان. طبعا سهل عليا كل حاجه في الجزائر هناك، وكان بيساعدني بشكل جامد جدا يعني. ويعني كان ليه دور جامد جدا معايا في القصه يعني. طب ايه حقيقه ان كل يوم بنسمع اليو ديانج ليه عروض احتراف، اليو ديانج هيمشي في نهايه الموسم؟ خلي بالك ان الفتره دي لسه بدري قوي على الكلام ده. الفتره دي بالزبط. طول ما النادي الاهلي بيمشي كويس وطول لازم يطلع اخبار كده، نتائج طيبه وبتحقق بطولات، لازم هتلاقي الاحتراف واللعيبه، بالرغم ان احنا مش في موسم. احنا الاسبوع اللي فات ده جه عروض احتراف للشناوي والهاني محمد هاني واليو ديانج ومين تاني وجبنا فيرود عراقي وفيرود صح ولعيب واحتمال انت تحترف وجبنا لعيب بتاع سيمبا وجبنا لعيب من تاني. فيعني لسه هنسالك عن كل ده. يعني مفيش، بص ما كلها حاجات يعني استهلاك اعلامي مش اكتر، فاهمني؟ انت النهارده احنا شهر 2، الويندو في مصر هيفتح امتى؟ محدش عارف. يفتح في 7 ولا في 8 ولا في 9؟ الدوري يخلص امتى؟ محدش عارف. فلسه بدري قوي على الكلام ده يعني، ومحدش عنده معلومه والله بجد يعني. الناس اللي بتقول لك الاهلي هيجيب حد او هيمشي حد او مثلا مروان محسن يطلع اعاره، طب يا جماعه عرفتوا منين الكلام ده؟ اذا كان اصلا لسه اللجنه ما خدتش قرار، الراجل بيلعب موجود في الملعب مع فرقه، فيعني لا مش طب مش حقيقه يعني. الكلام امبارح طلع كلام عضو اداره النادي المصري بيقول ان كريم العراقي اللاعب بيقول النادي الاهلي عايز يطلعه بره عشان يرجعه. حقيقه الكلام وانت موجود معانا عشان نوضح بس الحقيقه. يعني هو بيقول لعيب قال له كده؟ يعني هو توصل ان اللاعب
يعني هيطلع احتراف في اوروبا علشان يعني كوبري، عارف في كوبري دايما بيقول لك النادي الاهلي بيعمل هو يتوصل يعني علشان يرجع للنادي الاهلي مره اخرى. حقيقه يعني الكلام ده وحقيقه المفاوضات ايه؟ يعني انت موجود معانا دلوقتي عيب الكلام ده عيب يعني يعني ما النهارده العيب نادي بيجدد مع لعيب او عنده مشكله لعيب بتاعه، ليه نحط اسم الاهلي في الموضوع؟ دخلش النادي الاهلي احنا مالنا يعني ليه؟ ما مش مستاهله خالص يعني. كل نادي يبقى مسؤول عن لعيبته وتصرفاته معاهم، لكن داخل اسم الاهلي في الموضوع ده مش منطقي خالص يعني. طيب عايزين نروح برضو لصفقه من الصفقات المهمه اللي ابرمها كابتن امير توفيق السلطان بدر بنون. ما شاء الله اضافه قويه جدا في دفاعات النادي الاهلي. بدر اضافه فنيه وشخصيه. تابعته من امتى؟ انت قلت لي اليو ديانج يعني خمس شهور بتتابعه. طب بدر، بص بدر احنا من قبل الكورونا او قبل ما الدوري يقف للكورونا كان خلاص كان اتجهنا ان احنا عايزين مدافع اجنبي يكون موجود للنادي الاهلي. كان لجنه تخطيط وكابتن خطيب كان خلاص الفكره موجوده كده ان احنا كنا عايزين ستايل لعيب معين ما كانش متوفر قوي في الدوري المحلي. فبدر يعني المتابعه كانت اقوى يعني في الاول قبل كورونا كانت موجوده شويه بس بعد كورونا لا خلاص كنا بشكل الصفقه خلاص لا خلاص قعدنا كمان شهر بنركز عليه ان هو يرجع ازاي من من الاجازه والكلام ده كله. كان راجع ما شاء الله بشكل برده محترم جدا. نفس هو نفس بدر ما اتغيرش يعني. فخلصنا في شهر 9 خلصنا بدر في اول 9 بالظبط. المفاوضات مشت بسهوله ولا كان فيها صعوبه؟ لا كانت بسهوله. بدر كان عايز يجي عندنا يعني هو مع انه كان عنده عرض في احد الانديه الخليجيه وبعتوا لي يعني شفت العرض اللي جاله برقم اعلى عندنا بكتير لكن هو كان عايز يجي في النادي الاهلي. رغبه اللاعب بتفرق وانت بتفاوض اللاعب جدا جدا حتى لو المبالغ والفلوس عاليه. بص في لما في لعيبه في لعيبه بتكون عندها فكره ان هو بيبص للمستقبل. في احد اللعيبه ما عندنا الفرقه دلوقتي هو عايز سفر ماشي فبساله بقول انت عايز تروح الخليج ولا عايز تروح اوروبا ولا عايز ايه؟ ده بقى لا احد لعيب احد اللاعبين بيقول لا انا عايز اطلع اوروبا دلوقتي وبعد كده في اخر في يوم الايام انا هرجع الخليج. فاهم قصدي؟ يعني اللعيب في الاخر هو محدد حياته. النهارده الاهلي فلوسه اقل من الخليج ودي حاجه معروفه بس اللعيب بيقول انا حابب تاريخ في الاهلي بعد كده ممكن اروح الخليج بعد كده الحته الماديه ممكن اعوضها شويه. فاهمني؟ فنفس الكلام بدر. بدر النهارده هو لا انا عايز اكون في النادي الاهلي، عايز اعمل تاريخ مع النادي وانا عارف ان كده كده انت عارف لعيبه العالم كلها دلوقتي النهارده اخر كام سنه بيروحوا ممكن الصين او الخليج او امريكا بيكون ده توجه في لعيبه اوروبا او لعيبه افريقيا عامه. يعني احنا ناخد منك تصريح دلوقتي ان بدر بنون رفض عروض مغريه من الخليج علشان تمسكه بالنادي الاهلي. ده في الاول خالص في الاول خالص يعني واحنا بنخلص الديل كان في نادي عايزه وبعت له عرض رسمي برقم كبير يعني وفي الاخر لا كان عايز يكون موجود معانا. وبدر في الاخر ما شاء الله بقول لك فنيا وشخصيا يعني بدر شخصيه ما شاء الله حاجه هاديه جدا وراكز وفي الملعب لعيبه بتحبه فما شاء الله عليه يعني. وما شاء الله هو يعني اضافه كبيره للنادي الاهلي وشخصيته كمان تتماشى مع النادي الاهلي. عايز اروح لفاصل بس يعني بعد الفاصل عايز اسالك بقى عن سيرينو وايه سبب توقف الصفقه والصفقه كانت وصلت لفين واخبار سيرينو ايه. ناخد الاجابه من الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن امير سمعنا ان سيرينو في النادي الاهلي، سمعنا ان سيرينو فجاه المفاوضات توقفت، وصلت لفين مفاوضات سيرينو وليه توقفت؟ توقفت العامل طبعا لاعب سان داونز طبعا العامل المادي هو اللي وقف الموضوع، احنا كنا عايزين سيرينو واتكلمنا مع سان داونز كذا مره لكن هم كانوا بالنسبه لهم حطوا ارقام مبالغ فيها جدا ومش منطقيه بالنسبه لنا فخلاص احنا وقفنا الديل خالص يعني. ممكن تدفع للاعب رقم كبير ما يتمشاش مع الفرقه بتاعتك؟ استحاله. لاعب ليه هو ولا النادي؟ لا انا بتكلم على اللاعب نفسه. استحاله. هل النهارده في سياسه التعاقدات بتحط انت سقف لكل في سقف موجود لكل فئه؟ في سقف. احنا دلوقتي لغينا الفئات. يعني الاهلي في الاول كان عندك فئه اولى وثانيه وثالثه كانت ارقام فاكر كانت واضحه. دلوقتي مش كده، دلوقتي عندنا سقف للفرقه. للفرقه. تمام؟ وما تحت السقف ده كله خاضع لاتشيفمنت يعني لجوان وارقام ومشاركات ولعب دولي يعني. بالظبط او خلال الموسم انت الموسم لعبتها لعبت منتخب يعني ليها كده حزه معينه هتدي نوع من العداله. اللعيب النهارده لما بياخد كان عايز رقم لما يشوف مثلا النهارده ان مثلا وليد سليمان او محمد الشناوي
اللي هم اكتر اتنين في الفرقه مثلا موجودين بياخدوا ارقام معينه. مش منطق ان لعيب تاني يكون موجود لسه جاي جديد يقول انا هاخد اكتر منهم. ده بالنسبه لنا مش هيبقى منطقي. فما دام في عدل موجود وكل لعيب عارف هو بياخد طبقا لقدره النادي وانا مش جاي عليه خالص فماليا فيبقى الموضوع ظريف. يعني عملت حاجه جميله جدا حته تمديد العقود من بدري. يعني انت النهارده اللاعب ممكن يبقى عنده لسه سنتين في عقده. كابتن امير توفيق شفنا خلال الفتره اللي فاتت محمد الشناوي، شفنا اليو ديانج، شفنا حمدي فتحي، شفنا علي معلول. لا لا لسه، لسه علي معلول. بس بص حته تمديد العقود خلي بالك كان ليها جزئين برضو. يعني احنا مددنا لعلي لطفي ومحمد شريف وحمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق. بس اكرم توفيق كان من الاول بس فعلناه قريب. تمام. اللعيبه دي كانوا ماليا مظلومين قوي. تمام. فاحنا النادي الاهلي احنا من نفسنا قلنا لهم احنا لا احنا لازم نعوضكم ماليا عشان يعني العقود بتاعت اللعيبه دي كانت قليله مش مطابقه زي ما قلت لك مش مطابقه للكراتيريا اللي عملناها. فلازم احنا نعوضهم ماليا نخلي الشكل مظبوط. يبقى اللعيب واحد زي حمدي فتحي لازم يكون في وضعه المناسب للفرقه دلوقتي. كويس قوي. يعني انت النهارده اللعيب ما طلبش وانت مطلبش. النهارده كان انت اللي قلت له انت اللي بتعدل العقود اللعيب. انا هعدل لك عشان تبقى مناسبه لوضعك في الفرقه دلوقتي وهنمد كمان سنتين في عقدك عشان يبقى خمس سنين. فاللعيب بالنسبه له هو دي حاجه اللعيب بيحس بالامان برده. كويس. النادي نفسه من بيعدل ارقام اللعيبه من غير ما هم يطلبوا. عندك مين الفتره الجايه اللي محتاج يجدد عقوده او مين اللي يعني اللي عقده ممكن ينتهي قريب؟ انا بقول لك كل حاجه بقالي شويه اهو. خلاص لسه شايف ارد على دي. طيب ماشي احنا محتفظين على ايه بالسريه التامه. عايز اسالك من سنتين شفنا كابتن محمد الشناوي هو ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين المخلصين المخلصين. محمد الشناوي من سنتين جاله عرض من بيراميدز كبير علشان ينتقل بيراميدز وكان في مفاوضات. عارف الرقم طبعا؟ يعني حاجه قريب. يعني اتقال لي رقم كده من كذا حد. يعني 25 مليون في السنه. يعني ما اعرفش بس أنا هو بقول لك 25 مليون في السنه كان لمحمد الشناوي عشان ينتقل لبيراميدز. هو الشناوي انا عارف ان هو رفض او مش رفض يعني قال لبيراميدز وقتها كلمه النادي الاهلي. النادي الاهلي هو المسؤول عن الكلام ده. الشناوي انا جددت معاه برده السنه دي في شهر 7 اللي فات. كان هو وسعد سمير كانوا مع بعض. كان سهل جدا سهل جدا 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 هما الاثنين. يعني كانوا قاعدين بصوا يا جماعه احنا هنعمل 1 2 3 انت لعبت قد ايه؟ شاركت في قد ايه؟ وضعك في المنتخب عامل ازاي؟ في الاهلي عامل ازاي؟ هتاخد كذا. بس سعد سمير والشناوي الامور كانت سهله جدا. فاهمني؟ والشناوي برده من اللعيبه ان احنا اتعدل عقدهم كذا مره. هو جه من 4 سنين اتعدل مرتين عقده. كويس. تمام؟ جزء هو طبعا هو بيكون عايز ماليا يكون بيتقدر طبعا. بس الجزء الاساسي ان احنا اللي عايزين نقدره ماليا برضو. النهارده الشناوي الله اكبر عليه. انت بتتكلم كابتن النادي الاهلي جون منتخب مصر لعب كاس عالم دلوقتي كاس عالم انديه. جون خلاص وصل لليفل ما شاء الله مختلف خالص عن الاجوان اللي حواليه في مصر كلها. فلازم يكون ماليا احنا بنقدره. فبرضو الشناوي من اللعيبه ان احنا من نفسنا كلمناهم يا شناوي كان فاضل له 30 في عقده. فقلنا له شناوي لا احنا ماليا هنقدرك وهنمد يعني فاهم قصدي نفس الفكره برضه. وده بيديك استقرار وكمان النادي الاهلي يعني واللعيب مش محتاج ان العقد يخلص. ده انت في وسط العقد وهو شغال اداء اللاعب بتجدد بيديك استقرار فني وفي اوضه اللبس مع اللعيبه. واللعيب يحس بالامان برضه. اللعيب بيحس بالامان ان هو عارف ان هو النهارده هيدي برقم. اول ما اللعيب يكون بيشتغل او يأدي بشكل كويس النادي من نفسه النادي بيكلمه عشان يعدل فلوسه على طول. صاحب القضيه ممكن محمد مجدي قفشه. يعني كنت انت برضو موجود في الصفقه دي وانتقل من بيراميدز للنادي الاهلي وكان تمسك بالنادي الاهلي. كواليس الصفقه وانتقال قفشه من بيراميدز للاهلي. قفشه احنا كنا عايزين حد في المركز رقم 10 يكون موجود. تابعناه برضو في فتره لما كان بيلعب مع بيراميدز وشفنا ان هو محتاجين لعيب زي كده. كلمناه هو كان عايز يجي بشكل مش طبيعي النادي الاهلي. متمسك برضو جدا الاهلي. جدا. ده كان وقتها كان في كان ممكن يروح كان جاله عروض تانية من نادي الزمالك يعني بالاخص يعني. بس هو كان رافض تماما وكلم بلغ اداره بيراميدز ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي. الحاجه الوحيده اللي مع قفشه ان هو يوم التوقيع قفشه جه في اخر يوم في القيد لو فاكر في اخر 3 4 ساعات حاجه زي كده يعني. وانت القيد بيقفل فعلا. فوقتها الزمالك لما عرف ان قفشه خلاص هيوقع مع الاهلي كانوا عايزين يعلوا بعتوا البيراميدز ان هم يعلوا يعلوا سعر الصفقه يعني. لكن بيراميدز وقتها كان علاقه مع كانت مع عمرو بسيوني وممدوح حيد الناس كانوا في احترام بينا في في الصفقه دي يعني. ووقتها برضه حصل ضغط من الزمالك وحطوا ارقام عاليه جدا. فيعني
قفشه كان عنده قرار واضح ان هو لا انا عايز اكون باسم الاهلي، عايز ابقى موجود. وقتها قعدنا في الاوبرا مثلا في الجراج 3 ساعات محبوسين في الاوبرا عشان ما حدش خلاص قفشه معانا خلاص الموضوع مش خلص. مش هيخ ما فيش اي تغيير يعني. واشتغلنا على كده وجي وخلاص ما يوقعنا ما فيش كان ساعتين يعني. طيب وكهربا، كهربا من الصفقات برضو المهمه نادي الاهلي، البعض حاول يقلل من كهربا وانه صفقه غير جيده للنادي الاهلي، لكن كهربا لعيب كبير وبنشوف اداؤه مع النادي الاهلي وكمان تغير يعني. كهربا مش بشكل كويس، كهربا كان لعيب فري كان فسخ عقده مع نادي برتغالي فاحنا شفنا ان وضع قانوني عامل ازاي وسالنا وعندنا محامي بتاعنا في سويسرا سالناه وفي الاخر تعاقدنا معاه. انت تعاقدت معاه من فري من اوروبا لا فري اصلا مش مع حد يعني ما دخلتش انت مع نادي الزمالك لا مش طرف خالص نادي الزمالك مش طرف مش طرف في الموضوع وده اللي الفيفا قاله لما نادي الزمالك اختصم النادي الاهلي في الموضوع الفيفا قال لا الاهلي اصلا مش طرف في الموضوع خالص. عندنا اسئله كتير للكابتن امير توفيق، هاشتاج اسال امير توفيق. مصطفى كرم بيقول يا مساء الخير عليكم وعلى اجمل قناه، سؤالي هو هل الاهلي سوف يتعاقد مع لاعب باك شمال؟ باك شمال ليه؟ سؤاله لا لا خالص. طب يعني النهارده عندك علي معلول ومحمود علي ووحيد وايمن اشرف ومحمد شكري ومحمد اشرف تحت في الناشئين فلا يعني انت كمان مأمن فريق اول وكمان من الناشئين. السؤال الثاني اسلام عبد يقول مساء الخير عليكم كابتن اسامه وكابتن امير، سؤالي كنت حابب اعرف هل حسين الشحات طلب الرحيل لانه غير مرتاح علشان الضغوطات ولا دي مجرد اجتهادات؟ اجتهادات اعلاميه. انت كنت موجود برضو في صفقه حسين الشحات. حسين الشحات نازل يعني عن كتير قوي. طب ما تقول لنا الشحات كان لا من غير حابة تعرف حسين كان عقده في الامارات ثلاث اضعاف عقده مع النادي الاهلي. كان ثلاث اضعاف عرضه مع النادي الاهلي اللي بيتقاضى العقد الثابت غير بقى هناك انا عارف هناك في الامارات في مكافئات بالظبط كده بالظبط. فهو لا هو اتنازل خالص ولا اتكلم وخد هنا رقم عادي جدا زي الناس اللي حواليه وما اعترضش خالص وما كانش عنده اي مشكله. تمام. عمرو بيقول لك مساء الخير على مهندس التعاقدات، لا ده بقى امير التعاقدات، مهندس الكابتن عادل القيعي عشان ما يزعلش، هل في عروض اوروبيه لمحمد هاني ومحمد الشناوي بعد برونزيه كاس العالم؟ لا مفيش. بص الفكره في انديته حتى لو اي نادي في اوروبا لو عايز اي حد في نادي الاهلي او اي لعيب عامه بيقيمه على فتره. فمش منطق ان لعيب لعب كويس في كاس العالم فنقول جاله عرض. لا الموضوع بياخد فتره من 3 ل 4 شهور الانديه بتقيم وفي الاخر بيشوفوا لو هيبعتوا حد يبصوا عليه وفي الاخر تمام. احمد الهلال بيقول لك هو كريم فؤاد مضى 5 سنين ولا لا؟ لعيب عيب الكلام ده، لعيب مش بتاعنا ولعيب من نجوم معار الانبي فطبعا لعيب احنا نمضي حاجه زي كده يعني. خلي بالك ما كل الاسئله لعيبه مصر كلها بتلعب في النادي الاهلي دلوقتي. بالظبط. السؤال اللي جاي بيقول اعتقد الاهلي محتاج موليكا وعبد الرحمن مجدي وينج يمين وكريم فؤاد باك يمين وبسام حارس الطلاع هو قال فرقه دلوقتي حارس مرمى والفرقه كلها. انا بس بص انا عايز بس جمهور الاهلي يثق فرقه شويه. لازم يعني الفرقه دي اللي خدت دوري وخدت افريقيا وخدت كاس وتالت عالم فشويه ثقه بس في اللعيبه عندنا شويه عشان الموضوع يبقى يعني ساعات بحس ان في شويه ظلم في الموضوع ده شويه بصراحه. طبعا هو انت محتاج دعم خاصه انت كمان انت يعني ما شاء الله الفريق بيحقق انجازات على ارض الواقع. بالظبط انت محتاج دعم، لو احتاجتك دعم محتاج في يعني في حاجات محدده جدا بس مفيش اكتر من كده يعني. متابع احمد ياسر ريان طبعا. طبعا. اخبار احمد ياسر ريان ايه؟ ربنا يوفقه وماشي بشكل كويس. بيتابعه وشايف طبعا تقلقه. جدا وهو عشان كده طلعه ان هو كان احمد عايز يلعب عشان الاولمبياد وعينه ان هو عايز يكون في الملعب يعني فبلغناه حتى انا كنت فات معاه قبل ما يعني قبل ما يرجع من الاعاره قلت له يا احمد انت لو ما لعبتش معانا طلعك شهر واحد تطلع اعاره في مكان بره عشان تأدي بشكل كويس واحمد مش كويس قوي ما شاء الله عليه. طيب اخيرا طاهر محمد طاهر من الصفقات المهمه جدا من الاضافات القويه للنادي الاهلي يعني كواليس طاهر يعني تمسكه كان عايز يحترف لا ده تمسك بالنادي الاهلي جه طاهر كنا عايزينه من السنه اللي فاتت واتكلمنا معاه بس ما حصلش نصيب يعني ما خلصتش معاك من السنه اللي فاتت بالظبط نفس الكلام برده تبع ناس السنه دي هو اتصاب في النص شويه مع المقاولين بس احنا واثقين فيه جدا ان هو لعيب كويس وشخصيه كويسه وشخصيه الاهلي يعني فعارفين كنا واثقين فيه جدا ان هو حتى لو اتصاب هيرجع بنفس اداؤه القديم وده اللي حصل فعلا وطاهر لا انت اتعاملت معاه برده في قطر حاجه جميله حاجة جميلة طاهر شخصيه محترمه جدا وبرده الفتره الجايه ان شاء الله يكون ليه مستقبل كويس مع النادي الاهلي. اخيرا كابتن امير
لجنة التعاقدات وتسويق في النادي الأهلي حط خطة لمدة كام سنة قدام؟ سنتين بجد؟ والله سنتين يعني. مدة سنتين؟ سنتين. أنت عارف احتياجاتك. احتياجاتك مش هقول مش أسامي صفقات خارجية. أنت معاك احتياجاتك. أنت المراكز إيه المركز اللي عندك فيه مشكلة كمان سنتين؟ بتبص على البدائل المحلية، بدائل الأجنبية، الناشئين عندك مين ممكن يتصعد من تحت الفترة الجاية؟ بتحضره من دلوقتي. فلا الموضوع بشكل منظم الحمد لله. أخيراً ده أخيراً والله. أنت في لجنة التسويق. النادي الأهلي محقق التاسعة أفريقيا، برونزية كأس العالم، إيه اللي بيطمح فيه أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي إنه يشوف في عقد الرعاية القادم؟ بص أنا هطلع بره عقد الرعاية شوية، إحنا عندنا الفترة الجاية الحاجة اللي طالعة قريب إن شاء الله خلاص والمجلس إن شاء الله بيعتمدها اليومين دول، فكرة الأهلي أونلاين ستور. احنا بنعمل الاونلاين ستور بتاع النادي الاهلي اللي هو بيبيع فيه بقى لبس النادي الاهلي وكل المرشندايزنج بتاعنا يعني كل حاجه تخص تخص النادي الاهلي عليه لوجو النادي، ممكن تستخدم حاجه المدارس، حاجه بيت، عارف كل حاجه. فده يتباع داخليا وخارجيا، يتباع في مصر وفي الخليج وفي اوروبا وامريكا واستراليا وكل العالم. فده ان شاء الله يعتمد اليومين الجايين دول، وان شاء الله يبقى اللونش بتاعه في يونيو الجاي ان شاء الله. عقد الرعايه بتاع النادي الاهلي اللي هينتهي كام مليون؟ نص مليار. نص مليار. نعم. تتوقع يكون كام لما في التجديد اللي جاي بعد برونزيه كاس العالم؟ هيبقى اكتر طبعا كتير، بس لسه ممكن يوصل كام؟ لا بس يعدي في وقتها بقى ان شاء الله. ان شاء الله. احنا انا كابتن امير شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالحوار معاك، ويعني فتحت لنا قلبك بالرغم ان انت يعني ايه يعني عندك تحفظ، لكن النهارده الحمد لله يعني جاوبت على كل اسئلتنا. شكرا يا كابتن اسامه، وده شرف ليا وربنا يوفقك كده ان شاء الله كده كمان وكمان. اتمنى لك التوفيق. يعني احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا. بشكر ضيف اللي كان مشرفني ونورني كابتن امير توفيق، يعني كادر محترم جدا من الكوادر الشبابيه الاهلاويه اللي ما شاء الله في كل صفقه بيثبت جدارته، فتح قلبه لكل اسئله الشارع الاهلاوي، وكده اعتقد غطى كل الاسئله اللي بتتداول خلال الفتره اللي فاتت وكمان الفتره اللي جايه. وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.